تفاعل أيضا الإعلام الدولي مع قرار المشير عبد الفتاح السيسي بالترشح ليه للانتخابات الرئاسية بشكل واضح جدا في كافة وسائل الإعلام الأجنبية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا أو في عدد من دول العالم. رصدنا لحضراتكم في تقرير الزميلة داليا علي بعض ردود الفعل الدولية. آخر يوم ليا بالزي العسكري. في بيان منتظر أعلن المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع وترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، الأمر الذي أثار ردود الأفعال الدولية بقوة وتصدر عناوين الصحف العالمية، حيث علقت صحيفة الجارديان قائلة إنه أخيرا قام المشير عبد الفتاح السيسي بتأكيد ترشحه للرئاسة وأن فوزه في الانتخابات أمرا متوقعا بعد مرور أكثر من 3 سنوات على سقوط مبارك آخر رئيس عسكري. وأضافت أن البيان حوى العديد من المفاجآت، حيث ركز على التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها المصريون، وأن عليهم التحلي بالصبر والعمل الجاد ودعم مؤسسات الدولة، وغفل عن ذكر أي حديث يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة سوف يضفي الطابع الرسمي على السلطة التي يمتلكها حاليا، فهو بمثابة صانع القرار منذ الإطاحة بمرسي على حد تعبير الصحيفة. وأضافت في إشارة إلى أحداث العنف التي شهدتها جامعة القاهرة أمس والتي أسفرت عن مقتل طالب وإصابة آخرين أن السيسي دخل في تحدي صريح مع جماعة الإخوان. في حين شبهت جريدة لوس أنجلوس تايمز ترشح السيسي بالأسطورة العربية، كما ذكرت أن ترشح السيسي وفوزه في الانتخابات القادمة يمثل تحدياً معقداً لإدارة أوباما التي وصفت عزل مرسي العام الماضي بالانقلاب، وقالت إنه من الصعب عليها الاعتراف بوجود ديمقراطية حقيقية، حيث ترى الولايات المتحدة أنه على السيسي إيجاد طريقة أخرى للتعامل مع المعارضة، وأن السبيل الوحيد إما بإعطائهم مزيداً من الحرية أو مزيداً من القمع. وذكرت وكالة رويترز أن حمدين صباحي هو المرشح المعلن الوحيد في مواجهة المشير السيسي، ونشرت على لسان المتحدثة باسم مجلس الأمن التابع للبيت الأبيض أنه يجب ضمان انتخابات نزيهة وأن يعلن المرشحون عن حملاتهم بحرية دون التعرض للترهيب أو المضايقة. كما قالت صحيفة فاينانشال تايمز على لسان محللين أن السيسي يدرك جيداً أن شعبيته بلغت ذروتها، لكنها لن تستمر إلى الأبد، فالمشكلات الراسخة في البلاد والتي تفاقمت جراء الاضطرابات الأخيرة يمكن أن تطيح به في وقت لاحق كسابقه. داليا علي، قناة دريم. النهارده كان في اجتماع لحكومه المهندس ابراهيم محلب تم فيه مناقشه عدد من القضايا على الساحه المصريه، ربما تكون احداث جامعه القاهره بالامس والاشتباكات التي شهدتها بعض الجامعات المصريه قد تصدرت مناقشات مجلس الوزراء. ايضا تم اتخاذ عدد من القرارات الهامه في هذا الاجتماع. هينضم الينا هاتفيا السفير هاني صلاح الدين المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير معالي السفير. مساء الخير استاذ رشيد. اهلا وسهلا يا فندم. عرفنا أن كان في مناقشة النهاردة في مجلس الوزراء لأحداث جامعة القاهرة بالأمس وبعض الجامعات اللي شهدت عدد من أعمال العنف والاشتباكات، هل هناك إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة المصرية لمحاولة التعامل مع المشهد في الجامعات المصرية وتأمينه؟ هو المجلس أكد مرة أخرى على ضرورة تحمل السادة رؤساء الجامعات لمسؤولياتهم فيما يتعلق بالحفاظ على أمن المنشآت و الطلبة والعاملين وهيئة التدريس، وأيضا صيانة وحماية المنشآت التعليمية، وشدد على ضرورة تطبيق كل ما جاء في اللائحة الطلابية بخصوص تجديد العقوبة وفرضها على كل من يخالف أو يتجاوز أو يقوم بأعمال شغب أو تخريب بما يصل إلى حد الفصل بعد الطلبة بعد إجراء التحقيقات اللازمة. الحقيقة الأمن بيتابع كل ما يحدث في الجامعات عن قرب، ولكن في النهاية هو لا يريد أن يدخل بشكل تلقائي إلى الجامعة حتى لا تحدث مصادمات أو حالات إصابات، ويتم في النهاية يكون في النهاية الدولة المصرية هي الخاسرة. يجب أيضا أن نضع الصورة في إطارها أو في سياقها. الشغب في بعض الجامعات فقط 4 أو 5 جامعات، ولكن 18 جامعة
على مستوى الجمهورية العمل يسير فيها بشكل طبيعي للغاية. طيب معالي السفير، بالتأكيد الناس عايزة تعرف أو تعرف من حضرتك أو ترصد لنا كيف كانت لحظات الوداع النهاردة أو التوديع ما بين المشير عبد الفتاح السيسي كوزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، وما بين رئيس الحكومة وبعض الوزراء، كيف تمت هذه الأجواء؟ هي لحظات، يعني دعيني حضرتك أكون صريحا، لحظات مؤثرة للغاية. السيد المشير السيسي أدى واجبه على أكمل وجه، سواء قبل ثورة 30 من يونيو أو بعد ثورة 30 من يونيو، وكان من أكثر السادة الوزراء نشاطا ومشاركة بالفعلية في اجتماعات المجلس. هذا بالطبع بجانب دور سيادته المحوري في إنجاح ثورة 30 من يونيو. الحقيقة أتمنى السيد المهندس محلب وكافة السادة الوزراء التوفيق لسيادته في الحملة الانتخابية، وأيضا شكروا على كل ما قام به جهد ل رفع كفاءة القوات المسلحة، الكفاءة القطرية، وتحديث نظم التسليح الخاصة بها، وأيضا الدور الهام مرة أخرى الذي قام به سيادته سواء في 30/6 أو في 3/7. معالي السفير، الحقيقة النهاردة في موضوع كان البعض يتوقع أن يناقشه مجلس الوزراء، لكن للأسف الشديد لم يناقشه، وده فاجئني الحقيقة، لأن وصلني البيان اللي بيصلني من مجلس الوزراء عن الموضوعات اللي تم النقاش حواليها في مجلس الوزراء. موضوع تسمم الأطفال يا السفير في عدد من المدارس في سوهاج، في البحيرة، في المنيا النهاردة، لماذا لم يتطرق رئيس الحكومة ووزرائه إلى هذا الموضوع؟ موضوع ايه مره اخرى لو سمحتي حضرتك؟ تسمم بعض الاطفال من الوجبات المدرسيه في عدد من مدارس سوهاج والبحيره والمنيا اليوم ايضا. هو الحقيقه كان السيد المهندس محلب مكلف، السيد وزير التربيه والتعليم، بمتابعه هذا الموضوع واعاده العرض على سيادته. لا، لم يغب عن الاقل عن يعني ذهن السيد رئيس مجلس الوزراء، وباذن الله تظهر النتائج السريعه. طبعا موضوع مؤسف للغايه وله اثار خطير. طب انا ارجو ان صدر حضرتك يتسع ليا، وانا متاكده ان ده هيحصل. يعني انا اتابع هذا الموضوع من الاسبوع الماضي، وكان دوما بيبقى معايا السيد احمد حلمي المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، والحقيقه انني لم اصل الى اي نتيجه، وكان يقول ان هناك تعليمات لمديريات التعليم في المحافظات، ثم تظهر تصريحات من محافظ سوهاج مثلا يتحدث عن المشكله، ثم يقول لي المتحدث باسم وزير التربيه التعليم أن هذا شأن يتعلق بوزير الصحة. الحقيقة احنا متلخبطين، هي دي مسؤولية وزير الصحة ولا وزير التربية والتعليم ولا المديريات التعليمية في المحافظات ولا المحليات والمحافظين؟ هي الحقيقة مسؤولية مشتركة بين الجميع. حضرتك موضوع بهذا الحجم وهذه الخطورة ينبغي أن يكون محل تكاتف وتعاون من الجميع، وفي النهاية أيضا مسؤولية مجتمعية. يعني قاعد حضرتك ب عرض هذا الموضوع بشكل تفصيلي على السيد رئيس مجلس الوزراء، هو طبعا سيادته عنده علم كبير ويتابعه، لكن طبعا بكل اثاره الخطيره يحتاج الى متابعه وعنايه خاصه. اتفق تماما معاك. معالي السفير، الحقيقه انا متابعه الموضوع ده من الاسبوع اللي فات، وكنت متذكره في الصباح ان انا اكلم حضرتك، بس عارفه ان حضرتك بتبقى منشغل يوم اجتماع مجلس الوزراء، لكن هذا الموضوع مؤسف للغايه، لان من الاسبوع اللي فات بتحصل حالات التسمم في مدارس متعدده بسوهاج، وانتقلت النهارده للمنيا، ولما كان معايا المتحدث باسم وزير التربيه والتعليم قلت له خدوا قرار بايقاف تقديم الوجبات المدرسيه الى ان تقوموا بتحليل العينات الخاصه بهذه الوجبات، عشان في النهايه ما تبقاش المساله مصيبه ان انا بدي وجبه للطالب، بدل ما تحل له مشكله تجيب مشكله تانية تتعلق بالتسمم. اي سيتم اتخاذ قرار قريبا، بالطبع الموضوع لا يحتمل اي تاخير، وباذن الله نرى قرارات ايجابيه قريبا تحد من هذه المساله بشكل كامل. وانا هنتظر يا معالي السفير رد من حكومه المهندس ابراهيم محلب على هذه المساله، لانها النهارده ظهرت حالات كمان في المنيا، وامبارح ما كنتش قادر افهم حاجه من المتحدث باسم وزير التربيه والتعليم بيقول لي ان العينات دي مفروض وزاره الصحه اللي تحللها وتطلع نتائج. الموضوع ده من الاسبوع قبل الماضي، وحتى الان حاولنا الاتصال بوزير الصحه المصري، قال ان هو خارج البلاد، حاولنا تواصل مع وزير التربيه والتعليم ما ردش على التليفون الخاص بي، فقلنا ننقل الموضوع لحضراتكم في مجلس الوزراء باذن الله يا فندم، يتم حله قريبا جدا.
شكرا لمعالي السفير هاني صلاح الدين المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. كنت بكلم مع حضراتكم زي ما شفتوا في تقرير زميلة داليا علي رصد لتداعيات ترشح المشير عبد الفتاح السيسي على الساحة الدولية، وهينضم إلينا على الهواء مباشرة بالصوت والصورة السفير وهيب المنياوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير معالي السفير. اهلا وسهلا يا فندم. يعني شاهدنا اهتمام كبير من الصحف الاجنبيه وخاصه الامريكيه بمساله ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، لكن حتى الان لم يصدر بيان رسمي من البيت الابيض او من الخارجيه الامريكيه على هذه المساله، رغم ان كان هناك بيان للخارجيه الامريكيه شديد اللهجه كان يتعلق بالحكم باعدام 529. يعني المتحدثه باسم الخارجيه استخدمت تعبيرات قاسيه للغايه في هذا البيان. لماذا تأخر رد فعل أوباما أو واشنطن على ترشح السيسي رسميا حتى الآن؟ هو في الواقع مش من حقهم ان هم يعلقوا على هذا الأمر، ده شأن داخلي. إنما طبعا مفهوم تماما انه المشير السيسي العالم كله مترقب، طبعا احنا هنا في مصر والعالم كله مترقب انه يعلن ترشيحه، لانه ترشيحه دي يعني نقلة تاريخية بالنسبة لخارطة الطريق خارطة الطريق الموضوعة والتي دخلنا في مرحلتها الثانية. موضوع الاعتراض على الحكم طبعا أيضا ده تدخل في الشؤون الداخلية، لأن ده شأن قضائي وده حكم مش حكم نهائي، وبالتالي مفيش معنى أبدا إنه حضرتك بتسألي طب ليه علقوا على دي وما علقوش على التانية. طبعا يعني يمكن بيكسبوا مزيد من الوقت علشان يبقى التعليق بتاعهم ما يطلعش برضه خارج الإطار السليم. معالي السفير، هناك توقع بأن يتصدر هذا الموضوع أجندة المباحثات بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وولي عهد السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المباحثات المرتقبة بين الجانبين. هل تعتقد أن أوباما أو إدارته ربما تبدي تفاهما من نوع ما أو تغيرا في سياستها بعد ترشح المشير عبد الفتاح السيسي بشكل رسمي؟ اولا انا بتفق بانه انا اثق في انه هو سيثير هذا الموضوع اثناء زيارته للسعوديه. وانا بالنسبه للموقف الامريكي، الموقف الامريكي الحقيقه يعني غريب في انه الدوله العظمى الاولى في العالم، لكن سياستها الخارجيه خاصه بالنسبه لمصر والاوضاع في مصر متذبذبه تماما. فسمعنا الكثير من التفاهم والمدح في السياسة، تطور السياسة الخارجية لمصر في المرحلة الأخيرة، مش بنتكلم على سنوات، والله في المرحلة الأخيرة من أسابيع يعني، وبعدين بيرجعوا لأنه الرؤية بتاعتهم، وأتصور أنه موقفهم السياسي تجاه مصر باتجاه مصر والمنطقة في الواقع، لأنه مصر مؤثرة على كل المنطقة وهيكون تأثيرها واضح تماما بعد استقرار الأمور في مصر. فبالتالي هم السياسة الولايات المتحدة، وده شيء عادي يعني، سياسة تقوم على تحقيق مصلحة ما ترى الولايات المتحدة أنه في صالحها، وبالتالي هم يترياسوا عشان يقدروا يحكموا مصلحتهم مع مين. أنا شخصيا أثق أنه هيشوفوا وهيتبينوا أنه مصلحتهم مع مصر الدولة المحورية في المنطقة، وأنه كل الـ 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 بعد ما الأوضاع تستقر هنشوف تغير في رؤيتي شبه كامل في الموقف الأمريكي
حتى لا يسيئوا إلى العلاقات الطيبة التي سادت ما بين مصر والولايات المتحدة لمدة طويلة. معالي السفير وهيب المنياوي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا لمشاركة حضرتك معانا يا فندم. وخليني أقول لحضراتكم إن الإخوان دعوا للتصعيد ردا على ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، ده كان البيان اللي حمله أو عبر عنه ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية. التنظيم الدولي أيضا أعلن أنه سيقاطع أو أن الإخوان سيقاطعون هذه الانتخابات الرئاسية. كان في كمان تحركات النهاردة لبعض طلاب الإخوان في جامعة عين شمس، حدثت اشتباكات ما بين الطلاب وما بين قوات الأمن، حاولوا أيضا أن يصلوا إلى محيط وزارة الدفاع المصرية وحدثت هذه الاشتباكات. يمكن إحنا زميلة أسماء فرغلي كانت هناك وتابعت تحركات ومسيرات طلاب جماعة الإخوان اليوم في عين شمس، هم بالأمس أشعلوا المشهد بشكل واضح جدا في جامعة القاهرة، حاولوا أيضا تعزيز وجود بعض الطلاب الإخوان في جامعة القاهرة بوصول عدد من طلاب جامعات الأزهر، وده ربما يفسر وفاة طالب من جامعة الأزهر داخل جامعة القاهرة بالأمس. كانت لهم تحركات أيضا في الشارع، لكن على أي حال بكرة الجمعة هي أول جمعة سيكون فيها رد فعل لجماعة الإخوان المسلمين بعد إعلان المشير عبد الفتاح السيسي الترشح بشكل واضح. على فكرة الأنباء تؤكد أن حركة تمرد أيضا ستنظم بعض الفاعليات في عدد من الشوارع والميادين والمحافظات دعما للمشير عبد الفتاح السيسي، لكن بالتأكيد الإخوان سيسعون إلى استخدام طلاب الجامعات بشكل واضح. نشوف اللي حصل النهاردة في عين شمس بكاميرا زميلة أسماء فرغلي. حضراتكم بس سريعا بعض الأخبار، لأن عندنا النهاردة فقرتين مهمين. هنقول إن لجنة تحديث بيانات الناخبين انتهت من إدراج اسم المشير عبد الفتاح السيسي في كشوف الانتخابات، والعليا للانتخابات ستخاطب الهيئات القضائية لإمدادها بأسماء القضاء المشرفين على الانتخابات وتطلب من الجيش والشرطة حماية اللجان. أيضا فيما يتعلق بقضية الكابتن حسن حمدي تم الإفراج عنه اليوم بكفالة 100,000 جنيه في قضية فساد الأهرام، ودفع الكفالة و خرج في ما نقله بعض النشطاء بوكس خصوصي، لكن على أي حال تم الإفراج عن حسن حمدي بكفالة 100,000 جنيه على ذمة هذه القضية. بعد الفاصل هنستمع إلى رؤى وردود فعل عدد من القوى الشبابية والثورية على خطاب المشير عبد الفتاح السيسي بالأمس بعد الفاصل.